أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد بساعتنا الأخيرة من برنامج يوم جديد مع مطبخ يوم جديد مع الشيف علا نيروخ. علا نيروخ اليوم لتاخذنا على العقبة، فتحياتنا لكل أهلنا وحبايبنا بالجنوب أصحاب أطيب قلوب وتحديدا بالعقبة. اليوم عملت لنا أكلة يعني بالسمك وأيضا شوربة أنا كثير بحبها اللي رح نتعرف عليها. صباح الخير علا. صباح الورد والفل والياسمين، الله يعطيك ألف عافية. صباح عمرك. الورد لزميلنا إبراهيم خلف الكواليس اللي تفاعل معنا شوي، وزي ما بدأنا معكم بساعة المطبخ بجو من الطاقة الإيجابية وهالسمسمية الجميلة بجمالية روح هالموسيقى وهالأغنية تحديدا. بدي أتمنى لكم بداية أسبوع جديدة، وهلأ وقت امتحانات فشدوا حيلكم مع أبنائكم، ومشان هيك رح أعطيكم اليوم وصفة شوربة سهلة وكمان طبخة سهلة بس كتير زاكية وكمان بتنشط الذاكرة لأبنائنا. فصباحكم سعيد من جديد. رح نعمل اليوم سيباس، أنا اخترت هالسمكة تحديدا، رح أحكي لكم تفاصيل أثناء التحضير، وأنواع الخضار برضو كمان رح تكون مشكلة وغنية، بالإضافة إلى نوع شوربة زي ما حكت كاتي كتير زاكي وكتير سهل، هو سويت بس كتير محبب إلى القلب. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. رح نتابع كل التفاصيل مع كاتي، فأهلا وسهلا فيكم. يلا ناخذ مقادير وصفتنا الأولى، السمك أو سيباس نوعه، سيباس بالخضار والخلطة الحمراء. بدنا سمك سيباس، بدنا بطاطا، بدنا جزر، بدنا كوسة، بدنا بتنجان، بدنا بروكلي، بدنا زيت نباتي، زيت زيتون، ملح وفلفل، بدنا كمون، كزبرة، بهار سمك، ثوم مهروس، بدنا دبس رمان ودبس فليفلة، بدنا عصير ليمون، بقدونس مفروم وبانكو أو قرشلة. خلاص؟ يس. yes. الله يعطيكي ألف عافية. الله يعافيكي. بس يعني سهلة سهلة وسريعة. شوفوا السمك السهل، ما بديش أحكي سهل ممتنع، هو سهل سهل وسريع، خلطة بهار فرن. أوكي. وحتى كمان بالفرن يعني كاتي ما بياخد وقت، يعني ثلث ساعة ربع ساعة، وحكينا إنه إذا صار لنقطة الأوفر كوك أو الطبخ لزيادة بيكون شوي الإشي نوعا ما بخرب المادة الغذائية. هذا هو سمك السيباس، بيكون رفيع بهذا الشكل، وفي اللي هون بيكون مبوز. بعرف إنه سمك تفرش بشكل سريع من خلال الخياشيم اللي لونها أحمر وردي بهذا الشكل. إذا درت لكم وجه السمكة رح تشوفي إنه السمكة عم تتفرج عليكم من كل النواحي، فعينها جدا واضحة، بالإضافة إنه داخل العين كتير فرش. بعدين بميلها بهذا الشكل، إذا نزلت كتير معناته سمكتي خربانة وعمرها يتجاوز الأربع خمس أيام. إذا كانت بهذا الشكل شادة حالها إذا السمكة صح، بعدين بفردها على إيدي عادي عند المسمكة، أو قلبك قولي له أعطيني أفحص السمكة، حطي أصبعك عليها هيك، إذا رجع ما طبع مكان أصبعك اعرفي إنه السمكة صحيحة، إذا طبع مكان أصبعك اعرفي إنه عمرها يتجاوز أكثر من ثلاث أيام أو ديفروست فكوا ثلجها. بعدين أنا هون برضو لون اللحم من الداخل وريحتها كمان بتغششني قديش عمرها في داخل التلاجة، ولكن هاي هي يعني الأمور اللي ممكن إني أو مش ممكن أكيد لازم تهتمي فيها عندما تشتري السمك. سمك السيباس في منه نوعين، في منه تركي وفي منه من مصر موجود بالأسواق. جيب المصري لا تجيب التركي، ليش؟ أزكى وأغلى. بس سيباس سيباس يعني السمك سمك بضل طعمه زاكي وطيب، اتفقنا؟ فهلأ في الأسواق أنا بجيبه فريش، في منه تركي وفي منه مصري، والمصري كتير طيب. تحياتنا لشعب مصر الكريم. أنت خلصنا نعطيك الجنسية مبدئيا. أتشرف. نعم ستي. طيب. تمام الكلام. هلأ كاتي السيباس هذا السمك بزبط فرن، بزبط خليني أحكي اللي هي شوي على الفحم، ودعيلي اعمليه بدبس التمر أو بالتمر الهندي، ملح وفلفل وعصير ليمون وتمر هندي وزيت نباتي، حطيهم شوي وبعدين على الفحم. احنا سويناها في يوم جديد بس على الفحم، وادعيلي زي ما هي السمكة ارميها على الفحم، بدعيلي 10 دقائق أقل، 7 دقائق. تمام. اليوم رح أعمل لكم إياها بالفرن. هل إنه زاكي على القلي؟ بحب كل صراحة السمكة بنزل بالزيت صراحة لا. تمام. فهلأ أنا ما رح أعمل فيها شرحات، بتسلو بسرعة. الخضار رح أحط بطاطا وجزر، بتنجان بقشره عشان يضل ماسك اللب، رح أحط كوسة، ممكن أحط بروكولي، ممكن تحط اسبرغوس زي ما هو، ممكن نحط يعني أي نوع خضار بدها، يعني ممكن بطاطا حلوة، ممكن قرع،
اللي هو اليقطين اللي بدكم اياه. تمام. هلا بس بدي اجهز انا الخضار. خليني اغير الجلوفز. طب بس انا بالله تعطوني التاب تاني لانه هات خلص شحنه. اه يلا طفى بليز. يلا هلا بالنسبه للحشوه الشبت بيروح معه بقدونس كزبره نعنع شبت اللي هو الدل. ممكن نحط كرافس بس انا الكرافس بحب اروح احطه بالاطباق الهوت او الساخن اللي هي مثل الشوربات. يعني امور المطبخ سهله بس هون شويه هيك تفكير منطقي بتزبط معك الامور. السمك كزبره كمون بهار سمك ملح فلفل بس معروف. تمام. يلا هلا انا عندي بما انه ما بستوي السمك بشكل عام ما بستوي بياخد وقت كتير طويل فأنا إيش رح أسوي؟ أنا رح أقطع خضار بوقت السمك تلحق وقت السمك. هلأ الكوسة بستوي بسرعة بس أنا مش عمليته سوتيه ومش عمليته مهروس فأنا بدي يستوي بنفس الوقت ماسك حاله. خلي القشرة، القشرة في الخضار والفواكه فيها قيمة غذائية عالية لا تخسريها. تمام؟ أوكي. هاي كوسة. يلا يعني أرقام الهواتف بلشت تظهر بأسفل الشاشة. كتير بحب أسمع صوتكم أنا والشيف علا يعني، ونشوف أيضا تعليقاتكم من هبة قهوجي. شكرا جزيلا على تعليقك حبيبتي. فريال القصراوي، أيضا أحمد وآمن القريوتي، أبو محمد، رامي السرحان يا صباح الفل، أم دانا العنزي يا صباح الفل، ميرفت بتتابعنا من مصر من الإسكندرية صباح الخير جيلة تحية. وأيضا وليد عباسي بيحكي تبارك الله وصفة السمك أنا بيني وبين البحر شارع. يعني الريحة كلها عندي. تسلم إيديك شيف وأحلى شكرا جزيلا. شكرا أكيد. أم أشرف المومني، روان الرواجدي، حبيبة قلبي، وعبد حردان بني صخر بصبح علينا وبحكينا صباح الخير. في معنا اتصال. صباح الخير كاتي. يا صباح الفل، كيف حالك؟ تمام حبيبتي، شو أخبارك؟ منيحة، أنت شو الأخبار؟ حبيبتي بحكي شوية زكاوة. عفوا؟ بحكي شوية زكاوة. حبيبتي بعد ما عندكم حبيبة قلبي. شكرا. تفضل. هي الشيف علا معك. ألو صباح الخير. هلا يا قمر، أهلا. يعني سحورية وبتعمل ما بتضبط. إيش هو؟ بحكي حورية بحر وبتعمل سمك. الله، حورية بحر وبتعمل سمك. أوه صبري بلا شغرق، خلنا نطلع بالحلقة. حبيت أصبع عليك والله. حبيبتي يسعدك. إن شاء الله يومك حلو بحلاوة قلبك. قولي آمين. الله يسعدك. الله حبيبتي يسعدك. إذا غرقت تمسكيني. طيب ها؟ يلا يا حورية. طيب خلي بس علوا لنا الصوت لما يكون في اتصال لو سمحتم. انشراح الحباشنة بتصبح علينا. أحمد بني صخر يا صباح الفل، يسعد قلبك يا أحمد. وأبو محمد كركور شكرا جزيلا، وأم أحمد صبح علينا. حنين أم كريم تحكي أنا بحب السمك كتير. برافو. ورماس عودي حبيبتي حبيبة قلبي شكرا جزيلا. نشمية أردنية بتصبح علينا. ورهف محمد، آيات الشواورة، بدها تحيي ابنها حسام. رهف محمد كيفك حسام؟ مني ومن علا. أكيد. طب يلا يا علا. يلا يا عمر، بس بدنا نقطع الخضار. هلأ أهم إشي إنه حجم البطاطا والجزر هم اللي يكونوا شوي أصغر من الباذنجان والكوسة، لأنه الباذنجان والكوسة ما بياخد مدة طهي عالية أو طويلة خليني أحكي. تمام؟ تمام. فإحنا بدنا نحاول يعني بهذا الحجم تحديدا لحتى تلحق مدة طهي الكوسة والباذنجان والسمك. تمام؟ تمام. إذن أكثر إشي بياخد معي وقت هو البطاطا والجزر. طيب أمل بتصبح علينا من ألمانيا، فإحنا بنصبح عليك. أمل القريوتي بتحكي أنا بحب السمك يكون مقلي. والله وأنا بس نعم. يعني المشوي كمان زاك يعني إله زكاوته، خصوصا إذا كان على الفحم مباشرة. أوف. يا سلام. طيب يعني شوفي قديش كافي قطعت حبة الباذنجان مثلا كبيرة هاي. ليش؟ لأنه بسرعة سوائله عالية جدا فبهذا الحجم اعمليها. تمام. أوكي. رماس حبيبتي، أسد الريان شكرا جزيلا، الله محييك يسعد قلبك. وسهم أبو شقرة، وورد المشاقبة، ومحمد أم مهند أبو طالب، نادية قرقش بتصبح علينا وعلى خواتها عفاف ولينا. نعم. وأيضا مريم، كلهم عم بيحبوا يحكوا لك إحنا بنحب السمك. يلا يا رب إن شاء الله تعجبهم هالوصفة. نجاح عودي حبيبتي شكرا، ومحمد ونوال أبو عرجة
ومجدي ايش بدنا نعمل هلا؟ يلا هلا بدنا نسوي الخلطه الحمراء، دبس الفليفله موجود بالاسواق عند الناس اللي بتبيع المكابيس، زيتون وفلفل وهي الامور، اعطينه دبس فليفله قولي له بدي اياه وسط او عادي، لانه اذا كان حار بتكون نسبه الفلفل اللي فيه اكثر من الفلفل الحلو، اذا مصفى هاي شطه مش دبس فليفله، تمام؟ في اختلاف. فانا راح احط اللي هي تقريبا معلقتين كبار لحتى يكفي للسمك ويكفي للخضار. بعدين في عندي توم، برضو بدك تحسب حساب السمك والخضار لانه هاي الخلطه للجميع. بعدين راح احط البانكو او ارشله. هذه ايش بتعمل؟ هذه بس تيجي احمرها راح تعمل لي على وجه السمكه تشخ 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 وعلى الخضار. هاي ماخذين لخشخ لا بتطلع على طب هاي دبس رمان. يلا اوكي اوكي. بعدين راح احط بقدونس، نعنع بيروح كثير معها كثير زاكي، وشبت وكزبره كمان بصير. تمام هيك. هلا بدي احط عصير الليمون. بسم الله، كثير عصير الليمون بيعطي مزازه للسمك. بعدين يفضل كاتي انه هلا السمك ازكى شيء معاه زيت الزيتون، بس انا بحب اكسر حدته بزيت نباتي، فيفضل انها تخلط. وهلا اخيرا وليس اخرا راح احط البهارات اللي حكيت لكم اياها كاتب الوصفه. طيب خلينا ناخذ اتصال من هدى. صباح الخير هدى. يلا عمر. صباح الخير شاد. تمام، كيف حالك؟ صباح الورد. الحمد لله. كيف حبيبتي، شو اخبارك؟ انا منيحه مدام انت منيحه. كيف وصفه علا لليوم؟ ما شاء الله، يعني انا جاي ببالي اعمل سمك صار لي كم من يوم، بس اليوم ان شاء الله غير اعمل هذا. خلاص هي علا سهلت لنا الوصفه حتى. حبيبتي صحه وهن على قلبكم يا قمر. تفضلي. معلش احكي معها. هيها طبعا. الو صباح الورد. صباح الفل والياسمين. اهلا بالياسمين كله. اهلا يا قمر، كيفك؟ شو اخبارك؟ انا منيحه الحمد لله، فضل من رب العالمين. احسن من هيك ما في. انا بتصل معك وبحب اتابع وصفاتك الحلوه الرائعه. هذا فضل من ربنا علينا بمتابعتكم. حبيبتي يسلم دياتك. خدمتك تدللي. اهلا وسهلا فيك يا قمر. اهلا. هلا بدنا نحط ملح. تمام اوكي، حسب حجم الخضار والسمك، يعني زودي الكميه لانه في حلاوه راح تكون بالموضوع بسبب دبس الرمان بالاضافه للي هي الباذنجان. هلا انا ايش بدي اعمل؟ بدي احط زيت الزيتون وزيت النباتي بهذا الشكل لحتى ايش يسوي؟ يكون يكفي للكميات التنتين. الله عليك يا علا. يلا يا عمر معي. يلا. سوسن رضوان أملين بتصبح علينا، بتصبح علينا أيضا من العراق، بس الاسم مش عارفة ألفظه فخايفة ألفظه صح غلط، فمنصبح عليها ونحكي لها صباح الخير. أو الدائمة، الدائمة سعاد اسمها، منصبح عليها من العراق. كوكب جادات وأيضا ياسمين بتصبح علينا. أم سلطان عطيات يا صباح الورد. الحياة روعة بتحكي لك بتصبح علينا، وهي اسمها أم عمار بتحكي لك أنا عملت السمك مبارح، عاملة سمك طبعا. برافو عليها. نشمي طيب. الزقور بصبح علينا، وأيضا أم مثنى السعايدة، خالد شويات، وغرام محمد من نابلس من فلسطين. نعم. طيب أنا امبارح زرت الكرمل. هلا عادة تجار الخضار والفواكه في نهاية الأسبوع، خميس جمعة، الخميس بتلاقي فرس، جمعة سبت انسى الموضوع. ليه؟ السبب بأنه ما في تجار السوق المركزي، بس عند الكرمل بتلاقي كل شيء فرش. يعني البقدونس جبناه امبارح لقيناه كله فرش، فما بتغلب أنا لما بزور الكرمل، فدائما جزيل الشكر لهم ولموظفينهم على تعاونهم. أما بالنسبة لمنتجات الكسيح، يمكن استخدام أرشلة الكسيح بالوصفة لليوم، بالإضافة للي هو الزيت الرش إذا بتحبه برضو كمان بصير. طبعا. وما رح ننسى أكيد أحد أفراد عائلتنا صار أرز تحفة وتونة الصياد، وإن شاء الله بتونة الصياد بدي أعمل لكم هلأ كم يوم فطيرة بالتونة للي بيعملوا دايت، إشي خطير إن شاء الله. يا سلام. تمام. شايفي أمر، أنا قسمت الحشوة عندي لنصين، نص للخضار ونص للسمكة. أوكي تمام. محمد بصبح علينا. سليمان بحكينا يسعد صباحكم. عبدو بصبح علينا. سوسن وأيضا محبوبة وليد بتصبح علينا. أم عبود وهدى كريشان بتصبح علينا، بتعيد على زوجها أبو محمد بعيد ميلاده، وإحنا كمان نعيد على أخونا أبو محمد.
خلدون وورود بتصبح علينا، عناية القاضي بتحكي لنا صباح الخير وبتصبح علينا. طيب صباح الخير فاطمة. هلا كاتي، كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام، أهلا وسهلا فيك. بتحكي معنا من جرش صح؟ آه طبعا من جرش. يا هلا بيكي وبكل أهلنا بجرش. الله يسعدك، كيفك كاتي؟ إن شاء الله. أنا منيحة، أنت كيف حالك؟ تمام الحمد لله، دائما متألقة كاتي ما شاء الله عليك. حبيبتي شكرا جزيلا، هذا من لطفك بعد ما عندكم ستي. الله يسعدك حبيبتي. هاي الشيف علا معك. ألو صباح الورد. هلا صباح الفل، كيفك شيف علا؟ أنا منيحة الحمد لله، فضل من ربنا. أهلا فيك يا ست الكل، كيفك؟ صباح الورد. الحمد لله، دائما ما شاء الله عليك مبدعة. بوجودكم أكيد ومن بعدكم أنتوا البركة. حبيبتي يسلم ويسلم على التواضع. الله يسعدك حبيبتي، في كل بركة. هسه بدي أسألك يا شيف علا. أمر تفضل. ما يمر عليك ظالم، بيضبط التتبيلة هاي على السمك المجمد اللي بنشتريه من الأسواق؟ آه ليش ما يزبط؟ السمك سمك أكيد. هي فقط جودة المنتج مع التجميد بتنزل شوي، لأني لما أنا أعمل له فك لتلجو أو اللي هو موضوع الديفروست بنزل شوي من سوائل المادة الغذائية، سواء كانت دجاج أو لحمة أو سمك. فأنا في يوم جديد ما بشتغل في المجمد أبداً 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 أبداً، فقط كله فريش. يعطيك العافية دايما حبيبتي. بس وأي نوع سمك كمان، حتى للفيلي بدك تسويها صينية بصير، اعمل التتبيلة وحطي شرحات بصل وليمون وبطاطا وقولي يا رب. شكرا لك. شكرا حبيبتي بخدمتك. اهلا اهلا. في بعد تعليق طلع بنقول الجريفي صوص. ايش هو الجريفي؟ نعمله مع الستيك. يا نعمله، بس احنا عملناه على فكره قبل هيك. طيب امين القريوت تحكي تعمل السمك على طريقتك. شف علا جنى الرضوان بتصبح علينا. اوكي كاتي اماني احكي للشيف علا ورود. ورده بتحبك كثير حبيبتي. يا ورده ورده والله هي ورده. ومنتهى داود من السعوديه بتصبح علينا، ومصبح من خلالها على كل المغتربين الاردنيين بكل العالم. ايضا كمان منصبح على ام عصام، وايضا مهند المراجدي، ام مروان بتتابعنا وبتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. مهند وايضا تقوى كنا صباح الخير. وأم مالك شو الرقم؟ لو سمحت ممكن تحطوا أرقام الهواتف اللي عم بيطلبوه. أبو ماريو دبابنة، إخلاص العنانزة، وعامر محمد صبح علينا. يلا طيب هلأ شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ احكي لي بدك أساعدك. أقول لك رح أجيب مي. أنا ما بدي مي كتير لأن الخضار فيها سوائل والسمك فيه سوائل، بس هذا درس دائما في المطابخ. بتجيبي نفس البول اللي كنت تشتغلي فيها وحطي شوي من المي وحركيها، بتكسبي كل المواد والخلطة وكمان البهار، ومنه بتحافظي على النعمة. شايفين هذا؟ هي صار صلصة معاي وكلياتها عبارة عن الزيوت. بروح وين بحطها؟ بزاوية الطبق بعيد عن المكونات، هي لحالها بتنتشر في كل الصينية. بعدين راح أحط ورقة زبدة، ورقة قصدير أو ورق فويل، شايفين كيف؟ بدون ما أنا أنزلها على كل المواد وتخرب الدنيا. اللي ما عندها دبس فليفلة حطي معلقة معجون طماطم بس ما تكتري شوي. أوكي. يلا أمر معك. طيب منصبح أيضاً على أم أحمد الكرد، بنحكي لها صباح الخير. وأيضاً ختام تحكي إشي بشهي، وأم عبود الملكاوي، مازن الملا بصبح علينا وبيحكي لنا صباح الخير. وأيضاً أحمد مصبح بني خالد، ومازن ونشم الزقور بيقول لك الريحة وصلت لعنا. وأيضاً منى دنسور بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. فؤاد فادي، أم الياس وندى وبتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. وماجد بصبح علينا، وعبود الحنطاوي أو الحويتي عفواً، عبود ويت سقاط، وأم عبد. طريقة الطبخ هيها راح تحطها على إيش بتعمليها؟ على الفرن الرف الأوسط درجة حرارة عالية لمدة نص ساعة بس. نص ساعة بس؟ بس إذا كان هذا مع الخضار هلا، وبعدين غير موعد التحمير. هلا إذا السمكة لحالها ربع ساعة لثلث ساعة فقط، غير هيك السمكة بتروح إتلاف لأنه بصير في أوفر كوك
بصير في زيادة للطهي على المادة الغذائية. فالسيفود عامة ما بياخد وقت، سواء سالمون سواء كان عاد حمرة، إلا إذا كان وزن السمك كبير حكينا بتاخد ساعة، يعني إذا كانت تتجاوز 2000 جرام 2 كيلو 2 كيلو ونص، بس اللي هو 700 و800 وانزلي هذا ربع ساعة بس تشويس. طيب. فهلأ هاي رح تاخد نص ساعة بالفرن. أنا جاهزة أطلع فاصل، رح أشيك على الفرن ورح أقدمها بنفس صينية الفرن وتشوفي كيف زاكية. ممكن تعملي معها جنبها كاسة رز فلفليها مع بهار سمك تعطيكي نكهة رز الصيادية. ممكن تحطي مرق سمك تقدميها جنبها، ممكن تكليها غموس بالخبز، أي إشي. فهذا برجع لكم بس كتير طيبة. البروكولي أنا هون بس للتنويه حطيتها في ماء مغلي فقط، مي بتغلى كتير كتير وبدلت عنها مرتين وطرية. أحسن ما أعمل لها سوتي، ممكن تعمل لها سوتي مع شوية زبدة أو زيت وشوية بهار ممكن. تعالوا شوفوا معي على الفرن. ها. بسم الله الرحمن الرحيم، رح أشيل ورق الفويل وبعدين رح أشيل القصدير بهذا الشكل، وصارت عندي السمكة جاهزة. رح أشغل عليها تحمير، بتكونوا رجعتولي من الفاصل. معناته خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل بنرجع نشوف وصفة علا بالسمك السيباس تحديدا، وبنشوف كمان الوصفة الشوربة اللي رح تعملنا إياها شيف علا. ففاصل كثير صغير ورجعين، خليكم معنا ما تروحوا مكان.